مع فتح باب الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية المقررة في 26 من أيار، تصبح سوريا على موعد قريب مع استحقاق انتخابي. يؤكد حقوقيون أن المشاركة فيه حق واجب كفله الدستور، ورسالة للعالم بأن سوريا دولة مؤسسات. هذا الحق هو الحقيقة حق دستوري ومشروع لكل مواطن عربي سوري، رسالة اللي لازم تصل لكل مواطن سوري يعرف أنه هو له الحق يختار مين يقود هالبلد، لأنه هاي البلد دولة مؤسسات. ودولة مؤسسات كيف تكون؟ هالدولة المؤسسات في مؤسسات بتقودها وإلى رئيس هو ناظم لهذه المؤسسات اللي بتقود البلد كلياتها. الانتخاب هو حق وواجب مقدس لكل مواطن في الجمهورية العربية السورية متى ما توفرت فيه الشروط المنصوص عليها بالقانون. هي رسالة أنه نحن شعب واحد، شعب كلنا قلب واحد. حق الانتخاب لكل مواطن سوري، لكل مواطن سوري، وهو رسالة للعالم كبيرة وموجهة للعالم أجمع أن الدولة السورية قائمة وما تزال موجودة، والانتخابات في هذه الدولة ستقوم في موعدها بإذن الله، وسيتم كسر الحصار، وهذا يعد نصر، ونتمنى من جميع المواطنين المشاركة على أوسع نطاق.